السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم معنا في ويب كودينغ. اليوم بإذن الله بغينا نطرقوا لبعض الأمور اللي هتفيدك في الكود. الآن هنشوفوا لا كونكاتيناسيون. ما معنى لا كونكاتيناسيون؟ هي فاش كتبغي تلي كذا كلمة عندك، مثلا هنشوفو هنا ناخدو هاد برينت الان، ناخدو هاد الكود. لاحظ معايا، إلي جيتي مثلا نتايا وباغي تلاقي جوج جمل، عندك واحد الفاريابل مثلا انت وعطيتيه ا وعطيتيه 12 كمثال، وجيتي وبغيتي تقول هذا الرقم راه هو 12، اذا اش كدير؟ هذا الرقم راه هو مثلا هذا ميساج. دائما الميساج اللي بغيتي يخرج لك هو كديرو داخل علامات تنصيص. الان الى جيتي وبغيتي تزيد الكلمه الثانيه اللي هتبعها اش دير؟ هدير بليس، هادي بمثابة كونكاتيناسيون، أو كتكتب الفاريابل ديالك، أو هدير بوان فيغيل فيغيل على فان. الآن ليتي بين جوج جمل، فوالا أنه جا حداه. تصور معايا إلا بغيتي تزيد شي جملة، مثلا نديرو بليس، مثلا باغي دير 12 عام، إذا هتجي وتكتب، هتجي هنا وتكتب السنة، فوالا جو الآن. فوالا لاحظ معايا، الا بغيتي دير كونكاتيناسيون وتلاقي بين جوج كدير بلوس. الا بغيتي دير لي سباس بينهم، اما تخلي هكا لي سباس بحال هكا، يا اما كدير لي سباس عن طريق، نعطيك تشوف هذه بعدا. فوالا لاحظ ان لي سباس الان ولا، يا اما كدير بلوس كدير علامه تنصيص وكتخلي الداخل ديالهم فارغ بحال هكا. الان هذا الفراغ هو اللي كيبعد لك 12 من او. فوالا، ولو انني كنفضل انني نخدم بها الطريقه الاخرى، هي انني نجي وندير بحال هكا لي سباس، كتكون افضل وما كتكثرش لك الكود وما كتلفكش. اذا عندنا مجموعه امور اللي غنحاولوا نتعرفوا عليها من هنا قدام. كنتمنى من الله تكونوا استفدتوا. ما تنساوش ديروا ليا جيم. والسلام عليكم ورحمه الله.